طيب فضيحة ثالثة، هذه الفضيحة تتمثل في إيه بقى المرة دي؟ في التعاون بين السفيرة الأمريكية السابقة بالقاهرة آن باترسون ودولة قطر، وأكيد كل المصريين عارفين وشافوا إلى أي مدى كان دور آن باترسون دور عدائي لمصر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كان ليها هدف واحد وهو تدمير مصر من الداخل وتمكين الإخوان ودعم الإخوان، ودعم الإخوان يعني دعم قطر، يعني هو شيء واحد الحقيقة، علاقتها بقطر والإخوان هي أمر يعلمه كل مواطن مصري الحقيقة. ويعني لما خرجت باترسون من مصر ورجعت لبلدها الحقيقة المصريين زي ما بيقولوا كسر وراها قلة. الدوحة حبت تكافئ باترسون بعد رفض أعضاء الكونجرس أو أعضاء بالكونجرس الأمريكي ترشيحها لمنصب رفيع المستوى بالبنتاغون بسبب اللي أنا قلته لحضراتكم طبعا وعلاقتها المعروفة للجميع بالإخوان، وتولت أو يعني النظام القطري أعطاها رئاسة مجلس الأعمال الأمريكي القطري، وهو جهة أسستها الدوحة بدعوى دعم علاقات التعاون الاقتصادي مع أمريكا. الفضيحة في أن آن باترسون بقى بترسل أسبوعيا تقارير لكبار المسؤولين وأعضاء الكونجرس بتمدح فيه ما وصفته بالإنجازات القطرية اللي طبعا يعني محدش الحقيقة بيشوفها غير آن باترسون، وبتبشر كمان باستعداد الدوحة للتعاون مع الشركات الأمريكية، وبتزعم أن التعاون هيوفر وظائف لأكثر من 1,000,000 أمريكي. وطبعا احنا شايفين هذه الصورة اللي مش قديمة قوي الحقيقة، ولكن صورتها مع مرشد الإخوان محمد بديع في أثناء طبعا وجود الإخوان وفي أثناء سطوتهم يعني في الفترة اللي تلت فترة 25 يناير زي ما حضراتكم شايفين. وده كان يعني جو زي ما حضراتكم شايفين من السعادة والانبساط والود الشديد ما بين باترسون ومرشد جماعة الإخوان الإرهابية.